يو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي في القناه ديالكم ناصر ايس فلوكس. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. اليوم ان شاء الله غادي نديروا القرعه ديال الفائزين اللي غادي يربحوا معنا 9 ديال لي سبينرز. كما شفتوا في الفيديو اللي فات درت القرعه، درت مسابقه، قلت لكم الناس اللي غادي يكتبوا لي السميه ديالهم وغادي يديروا لايك للفيديو ولا العنوان ديال المنزل ديالهم غادي توصلوا بسبينر حتى للبلد ديالهم. لذلك كما شفتوني طبقت الخطوات كاملين وشريت لكم 9 ديال لي سبينر. الناس اللي مازال ما شافوش الفيديو غادي تلقاوه في الخانه ديال الوصف او ديسكريبشن لينك ولا في العلبه ديال الوصف. غادي تشوفوا بالله راه درت مسابقه وشريت لكم 9 ديال السبينرز من واحد الموقع صيني، والحمد لله اليوم توصلت بالسبينر ودرت لكم لايف فيسبوك قلت لكم بالله راه توصلت بالسبينر. كما تشوفوا الحمد لله غادي تسطيني هذه الحمقى هذه. كم هير كم هير. الحمد لله غادي توصلت بلي سبينرز وان شاء الله بحول الله دابا غندير القرعه قدامكم داكشي بالشفافيه ومصداقيه، ما كاين لا غش لا والو. غادي تشوفوا الفائزين 9 ديال الفائزين اللي غادي يفوزوا بالسبينرز، والمفاجاه هي بالله الناس اللي ما غاديش يفوزوا بلي سبينر غادي نجري على هذه. الناس اللي ما غاديش يفوزوا بلي سبينر ما غاديش ما تقلقوش، الناس اللي غادي يفوزوا بلي سبينر ما تقلقوش، عندي عاوتاني جيف اواي وحده اخرى اللي هي ان شاء الله بحول الله ديروا لايك لهذا الفيديو وكتبوا عاوتاني كتبوا العنوان ديال المنزل ديالكم ولا الرقم الهاتف ديالكم باش نتواصل معكم. لذلك هذا المنتوج غندير له دابا مراجعه مور اعلان على الفائزين باش تشوفوا المنتوج اللي غادي تربحوا ان شاء الله بحول الله في الفيديو الجاي ان شاء الله. بيس ليكم. لذلك الاخوان كما تشوفوا هذا هو الفيديو اللي كتبت لكم، افضل موقع لشراء سبينرز ب 0.50 فقط 50 دولار. 0.50 هي 50 سنت، هي 5 دراهم. اشتريت لكم 9 سبينرز جيف اواي. لذلك الاخوان غادي نشوفوا باش ما نطولش هذا الفيديو غادي ندير كوبي لهذا الاورل هذا. هذا هو واحد الموقع اللي تيختار لك الفائزين ديال تيختار لك لي كومونتير، واحد من لي كومونتير ديال الفائزين ديالك. كما شرحت لكم الاخوان في الفيسبوك الا شفتوا هذا الفيديو تقطع في المونتاج عرفوا ماشي شي واحد ربح وما بغيتش نصيفط له سبينر، راه غادي تلقاو بالله شي واحد جات فيه القرعه ولكن ما عندوش الغرض هو بسبينر، عنده الغرض اشترك في قناتي اشترك في قناتك. لذلك ما غاديش نحرموا من اشترك في قناتي، الله يسهل عليكم الاخوان. انا بغيتكم تكتبوا لي اشترك في قناتي وتواصلوا وتبادلوا بعضياتكم الاشتراكات. غير هو في هذا الفيديو هذا خصصتوا للناس اللي عندهم الرغبه اللي في البلاد ديالهم ما كاينش سبينرز ولا غاليين بزاف ولا ما قدوش يشريوا الله يحسن العوان. لذلك خصص هذا الفيديو غير للناس باش نعطيوهم ان شاء الله بحول الله 9 ديال السبينر، كل واحد غادي يربح بسبينر. لذلك الاخوان غادي نكليكي ها انتم كما تشوفوا عندي هنا 0 لايكس ديسلايكس فيو كومنتس يونيك. غندير غندخل الفيديو اللي درت لكم فيه القرعه كما تشوفوا 3033 لايك 81 ديسلايكس 24000 فيوز و كومنتس 4000 كم 4484 واحد اللي مشارك معنا. كما تشوفوا هذه هي التصويره ديال الفيديو باش ما تشوفوا ما تقولوش بالله راه غاشكم ولا شي حاجه. لذلك غندير بلاي الفيديو باش تعرفوا المصداقيه. هذا هو الاشهار ديال الادسنس. غنفوتوا باش تشوفوا بالله. كما تشوفوا الاخوان درت الفيديو ديال اللي هدرت لكم على القرعه اللي شريت لكم 9 ديال السبينر. غنتسنى حتى تسالي هاد يونيك هادي ودابا سالات. غادي نكليكي على بيك راندوم كومنتس. اي واحد من بعد اي واحد تيشوف السميه ديالو او العنوان ديالو تيشوف السميه ديالو هنايا وعاطيني الرقم الهاتف ديالو ولا العنوان ديال المنزل ديالو كنوعدك بالله غتوصلك سبينر حتى الباب ديال داركم. لذلك الاخوان الا كنتم مستعدين ان شاء الله بحول الله غنقوموا دابا بالقرعه ديال السبينرز. بسم الله غادي غنكليكو على بيك راندوم كومنتس. اول واحد اول فائز بسبينر هو بسم الله اناس سي اتش بي، اعطاني الرقم الهاتف ديالو. غادي هنيئا لك اخويا اناس سي اتش بي، هنيئا لك ربحتي معايا سبينر وغادي توصلك كنوعدك غادي توصلك حتى الباب ديال داركم. لذلك غنشوفوا الفائز رقم 2 بيكر راندوم كومنتس.
علي بالاس اوفيسيال، هنيئا لك اخويا علي، بالله راك ربحتي معايا سبينر، وان شاء الله بحول الله غادي نتوصل بها، غادي نتواصل معاك. الناس اللي داروا لي النمره ديال الهاتف ديالهم غادي نتواصل معاكم في الواتساب، غنسالي المونتاج ديال هذا الفيديو غنتواصل معاكم في الواتساب وغادي نقول لك وتعطوني العنوان ديال المنزل ديالكم. الفائز الثالث شكون اللي غيفوز معنا بسبينر رقم 3؟ مراكو اكادير الدشيرة، تحيه لنازيه الاكادير، اعطاني العنوان ديالو مونتيف، مهم هذا مونتيف، بالله ربحتي معايا اخويا سبينر. الفائز الثالث ربح معايا سبينر، لذلك غنمشيو للفائز رقم 4 قشاش بي مراكشيين مراكش، مهم خويا قشاش بي ربحتي معايا سبينر حتى نتايا، هنيئا لك. دابا غنشوفوا الفائز رقم 5 واقيلا على ما اظن، غنشوفوا كاين رضوان مروكو النادور باني ناصر، هنيئا لك اخي القناة مال جديد، غادي نتواصل معك اخويا، ولا كان العنوان ديال المنزل ديالك هو هذا غادي نصيفط لك السبينر. رقم 6 حمزة، تحية لك اخويا حمزة، ربحتي معايا سبينر، غادي توصلك ان شاء الله بحول الله، غنتواصل معك في الواتساب وغادي تصيفط لي العنوان وغنصيفط لك سبينر. كاين رقم على ما اظن 8 منعيم مون عبد الرحيم، فزتي معايا اخويا منعيم، منعيم الاسم ديال القناة وعبد الرحيم الاسم ديال الكومنتير، هنيئا لك اخويا ربحتي معايا كومنتير، ربحتي معايا سبينر. الفائز رقم 8 سعد، هنيئا لك اخويا سعد ربحتي سبينر، وان شاء الله بحول الله غادي توصل بها حتى المنزل ديالك، ان شاء الله بحول الله غادي نواصل معاك وغادي تعطيني العنوان ديال المنزل ديالكم باش نصيفط لك سبينر. و الفائز التالي اللي هو عماد الخضر تي في، اعطاني عماد الخضر تي في بالله، اعطاني الرقم الهاتف ديالو، غنتواصل معك اخويا عماد امين، وهنيئا لك ربحتي معايا سبينر. هذا هو هذو هما الفائزين ديال لي سبينرز، هنيئا لكم الاخوان، ونتمنى تكون فيكم روح رياضيه، الناس اللي ما جاتش فيهم القرعه هذا الشيء غيظهر، لذلك كنوعدكم بالله هذا غندير له جيف اواي لهذا المنتوج، هذا ماشي سبينر ولكن تقدروا تستعملوه، ولا ما قديتوش تستعملوه بيعوه. المهم هذا عباره على مكبر صوت اللي هو اومبلي، لذلك غندير له دابا مراجعه باش الناس المقبلين عاوتاني الفيديو الجاي ان شاء الله بحول الله، كتبوا لي الكومونتير ديالكم في هذا الفيديو هذا، ديروا العنوان ديال المنزل ديالكم او الهاتف، وان شاء الله بحول الله الفيديو الجاي غادي ندير عاوتاني القرعه بالفائزين، اللي غيكون فائز واحد حيت عندي غير منتوج واحد، وان شاء الله بحول الله نتمنى لكم حظ الموفق. لذلك الاخوان دابا نبقاو في المراجعه ديال هذا لومبلي، بيس لكم خوتي خواتاتي، دابا غادي نديروا مراجعه لهذا لومبلي هذا، الناس اللي عندهم رغبه به ان شاء الله بحول الله غادي نحاول نصيفط لكم هذا لومبلي هذا، لذلك غادي نديروا مراجعه. هذا هو مكبر الصوت، الا كنتي بغيتي عندك الصوت ضعيف في الميكروفون ولا عندك الصوت ضعيف في لي باف في الموسيقى، داير شي موسيقى في المنزل ديالك وداير لي باف وما تسمعش الصوت مزيان، لذلك الاخوان كاين هذا المنتوج هذا اللي غادي تفوزوا به، اللي هو عباره على اومبلي مكبر الصوت، هو فيه خصائص اخرى مزيانه، هذا يمكن لك ديرو حتى في الطونوبيل ديالك حيت صغير، وهو طريقه الاستعمال ديالو راه ديال الطونوبيل، ولكن انا كنت كنوصلني كنت بغيت نديرو انا باش نستعملو في هاد لي باف اللي عندي، حيت انا في هاد البيرو عندي لي باف هنا باف لهي، كنت بغيت نستعملو، ولكن ان شاء الله بحول الله غندير له جيف اواي للناس اللي غادي يفوزوا معنا بهذا المنتوج هذا اللي هو اومبلي، غادي نحاولوا نحلوا هذا لومبلي هذا كما تشوفوا باش تعرفوا الخصائص ديالو، هو مكبر الصوت وغادي نحاول، وحتى الناس اللي باغيين يشريوا هذا لومبلي، الناس اللي عندهم الغرض به النيت وباغينو، عندهم ميكروفون ضعيف ولا عندهم لي باف ضعاف ولا شي حاجه بحال هكايا، هذا كنصحكم بهذا الميكروفون هاد لومبلي هذا اللي من الشركه اللي معروفه اللي كندير ليها المراجعات هي بليدز وولف، كما تتشوفوا فيه بزاف ديال هاد سميتو، المهم اومبلي رائع جدا،
انا عندي في الطوموبيل البلاصه ديال هاد لومبلي نيت، ولكن لذلك اختاريت باش ندير لكم باش نديروا جيف اوي ليكم نتوما الناس اللي غادي يفوزوا به ان شاء الله بحول الله في الفيديو الجاي. لذلك الناس اللي عجبهم هاد لومبلي هذا وعندهم الغراض ديالو باغين يشريوه، الثمن ديالو هو 10 دولارات ولا 11 دولار، ما غاليش بزاف. انا كنت عارف هاد لومبلي هذا كنت غادي نشريه قبل ما نشري فونتوم باور اللي شريتها ب 20 دولار اللي هي 200 درهم، هذا داير 100 درهم وتيخلي الصوت مرتفع على حساب كما تسمعوا دابا في الميكروفون، الصوت ديالي مزيان مرتفع ماشي ضعيف حيت مستعمل هنايا الفونتوم باور. لذلك هذا يمكن لك تستعملوا حتى فونتوم باور عندك هنايا الخصائص ديالو، مهم هذا الشيء سهل التركيب ديالو، انا ما استعملتوش مازال ما غاديش نستعمله، لذلك غادي نخليه ليكم نتوما تقدروا تربحوه. اكتبوا لي على كومونتير، ديروا تعليق لهذا الفيديو هذا، ديروا لايك، ولا كنتي جديد على القناه ديالي ما تنساش دير سبسكرايب ولا ابوني ولا اشتراك باش توصل بالجديد ان شاء الله بحول الله. غادي نحاول من غير الفلوغات غادي نحاول بقى ندير لكم جيف اوي، بقى نعطيكم المنتوجات، بقى نصيفطها لكم حتى الباب ديال المنزل ديالكم. وهنيئا لكم الناس اللي فازوا بسبينرز، هذوك التسعه الفائزين بسبينرز، هنيئا لكم ان شاء الله بحول الله نتواصل معكم عما قريب. شكرا لكم بزاف وبيس لكم.